دي اللي زفت. تعالي هنا، ايه اللي خلاكي تلزقي لوحه زي دي على الحيطه بالشكرتون؟ ما انا ما لقيتش امير، هلزقها بايه؟ يا لهوي على الغباء يا بنتي، هي لوحه زي دي بتتحط على الحيطه ولا بتتلزق اصلا بالشكرتون؟ امال هلزقها فين يعني؟ انت ما كنتش جايبها للبيت ولا ايه يا طالع؟ يا بنتي مش قصدي، بس انا كنت عايز احطها بجواز حلو، بجواز شيك كده، وبعدين انا كنت عايز الشكرتون كمان. قول كده. تاني مرة مالكيش دعوة بحاجاتي، حاجاتي في مكانها مالكيش دعوة بيها، اتصرف فيها زي ما انا عايز يا زينب. الله. المهم طلبة بيقول لي ان السبب في حبسه هو البيج بوس، الراجل ده لازم ننتقم منه. يا زين يا زين، فتحي مخك يا زين. البيج بوس ده راجل احنا ما نقدرش اصلا نشوف، وهو لو عايز ينفينا من على وش الارض مش هنكون موجودين، فنحمد ربنا ان هو سايبنا عايشين اصلا. يا خيبتك يا زينب جوزك. الحمد لله يا رب متجوز مهندس الديكور. اتفضل يا عني، بالهنا والشفا. يلزمك حاجه تانية قبل ما انزل؟ لا يا تطحيش. طيب فوتك بعافيه. انا سلام. سلام. خلي بالك على نفسك، اوعى حد يعكسك. علي انا يا ماجد. بقول لك معيش فلوس، اديني فلوس. ما معكش فلوس ايه؟ امال فالح بس تقول لي ان حضرتك معاك فلوس في كذا بنك ومشاريعك قد كده وهنتج لك البوم يا حياتي وهنتج لنوره. انت هتعطبيني ولا ايه؟ بقول لك عايز فلوس، يعني تديني فلوس؟ عايز تفتكر ايه؟ 2000 3000 جنيه اي حاجه ماشي بيهم حالي. ايه؟ 2000 3؟ ليه بقى ان شاء الله؟ انت مال اهلك؟ يعني ايه مال اهلي؟ مش فلوسي؟ لازم اعرف هتروح فين؟ دلوقتي بقى في فلوسي وفلوسك؟ ايوه في فلوسي وفلوسك، طالما هتجيب الزبد اللي انت بتتهبب بيه وبتشمه يبقى لازم اعرف الفلوس هتروح فين يا ماجد. اشمه ولا ما اشمش؟ اشمه ولا ما اشمش؟ انت مالك؟ لا مالي؟ ده مالي يا حبيبي؟ فلوسي وعرقانه وشقيانه بيها. عرقانه وشقيانه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا شغال مدير اعمال بقى لي قد ايه ما خدتش مالك بقى لي بقى احمر. بنت قومي 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 اديني فلوس. قومي قومي يا زكريا. انت وزكريا وحياتك وملاها. اديني حقي وطعمي. قومي. جيت ليه؟ انت مش قلت لي برضه ان باباك عيان؟ قلت اجي اطمن عليه، ما اعرفش انه مات. بقى انت جيت تطمن على ابويا؟ ده انت ما بتطمنش على ابوك في بلاد بره. انت جيت تطمن على فلوسك. فلوسي؟ أنا الفلوس دي آخر حاجة أفكر فيها. أنا كل اللي حريني إني كدبت عليا يا سوسو. من فقري، من غلبي، أعمل إيه؟ أنا مفيش حاجة في حياتي بعملها بمزاجي. على الأقل أنا مش زي ناس بيعملوا بلاوي وهما مش محتاجين. أديك شفت، أديك شفت بعينيك كل حاجة. شفت بيتي، ارتحت. انا ما كنتش اعرف اقول لك اي حاجه، وكان لازم اعرف. اديك عرفت وشفتني على حقيقتي. انا اول مره احس اني عريانة، عريانة بجد. انت عاوز مني ايه تاني؟ يحدف كل الناس بالطوب ويلي حياته نشاس في نشاس فاكر مالوش عيوب ولا
محدش فينا في الدنيا دي ما عملش ذنوب استر عيبي وكل غطايا ده احنا جميعا لينا خطايا مهما هربنا من المكتوب. ها جهزتوا القوة؟ خليكوا جاهزين انا نازل حالا. سلام. شريف باشا. تمام. انا النقيب هشام الصفطاوي مباحث امن دولة. اهلا وسهلا يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا الحقيقه انا اسف جدا مش حاضر اقعد معاك لاني نازل عندي شغل. ما انا جاي لك بقى عشان انت مش هتنزل الشغل ده النهارده. انا مش فاهم كلام سيادتك. انا عندي اوامر مشدده من الجهاز بوقف العمليه دي. ايوه يا فندم بس انا ما جاتليش اوامر بوقف العمليه. ايوه ما متصل بحضرتك وانت ما ردتش. سياده اللواء منصور ما اتصلش بيا عشان اوقف العمليه، يبقى العمليه مش هتقف. اهدى يا سياده الرائد، ده مش اسلوب شغلي. سياده النقيب هشام انا عارف شغلي كويس. بعد اذن حضرتك. ايوه يا باشا. اوعى تيجي دلوقتي البيت، اوعى. في عربية بوليس واقفة قدام باب بيتنا. ايوه بيتنا يا ابني، بقول لك ما تجيش. بقول لك ايه؟ هنتقابل في نفس المكان والوقت بتاع امبارح. وانا اكلم بقية الشباب يقول لنا على الشك. ماشي. بقول لك ارمي الخط بتاعك ليكون متراجع. مع السلامة. ايوه طالعة. ايه؟ بتقول ايه؟ انت بتحور. بتقول ايه يا عم انت؟ نهار اسود. طيب ماشي 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 خلاص يا عم، انا همشي دلوقتي حالا. اقفل انت دلوقتي. سلام. نهار اسود. في ايه يا طلحه؟ استني يا زين، ده في مصيبه. البوليس عايز يقبض علينا. يا مصيبتي، ليه اللي حصل؟ عملت ايه يا منادي؟ زين اهدي بقى يا زينه، خليني افكر. بصي هتلمي اي هدمتين كده وهلازم نخلع من هنا دلوقتي حالا. طيب حاضر، بس ايه اللي حصل يا زينه؟ مش وقته، احنا لحقنا نتهنى هنا. زينه مش وقته، خلصيني يلا. المصايب دي يا رب. ايه انت بتقول ايه؟ طب ماشي يلا اقفل اقفل دلوقتي، هبلك بالليل. سلام. في ايه يا لؤي؟ في مصيبة يا سوسو، احنا مطلوب القبض علينا. يا مصيبتي، هتعمل ايه دلوقتي؟ لازم اهرب طبعا. بره مصر؟ هحاول اهرب في اي حتة دلوقتي وبعد كده هظبط اموري واهرب بره مصر. بقول لك يا سوسو، انت لازم تختاري، يا تكملي معايا يا كل واحد فينا في طريق. كل واحد فينا في طريق. سلام يا سوسو، يلا انزلي انزلي. مش هقدر انزل واسيبك، انا بحبك. لا نعيش سوا يا نروح في 60 داهية سوا. ازاي يعني؟ افهمها ازاي دي؟ يمشي ويختفي هو ومراته من غير ما يقول لابوه وامه؟ راحوا فين يا باشا؟ هم قالوا لنا رايحين نتفسح. يا باشا، وبعدين يعني عقبال امالتك كده، دول عرسان جداد. ايوه يا باشا، قلنا لهم هتروحوا فين بالظبط؟ قالوا لحد دلوقتي ما نعرفش هنروح فين. هنعمل معاهم ايه يا باشا؟ يعني مالناش كلمه عليه. وبعدين لا مؤاخذه يعني يا باشا، وانا ابني يعني متهمينه في حاجه؟ يا ابنك متهم في قضيه سرقه وفي قضيه قتل كمان. يا لهوي، مش مخدرات بس؟ مخدرات يا وليه؟ في حد جاب سيره المخدرات؟ المخدرات ده عمرها يا باشا ما عتبت بيتنا. وغلاوتك عندي. طب بقول لكم ايه؟ فهموني كويس قوي.
لما طلعت يتصل بيكو وانا عارف انه بيتصل تفهموه بالذوق وبالهداوه انه سلم نفسه بدل ما اخدكم انتوا الجوز مكانه لحد ما يجي لي حد عندي. مفهوم؟ مفهوم يا باشا مفهوم. يلا رجاله مخدرات تجيبي سيرة المخدرات ليا وليه؟ قول يا بس كنت انا عبود بقى اسكت. معلش يا دكتور احنا بنشوف شغلنا يعني. انا فاهم طبعا ومقدر بس مش يمكن يعني شكوكو ده مش في محله. لا يا دكتور ده لؤي بالذات متصور بكاميرات المتحف وصورته واضحه وضوح الشمس. طب هو فين دلوقتي؟ هرب اختفى هو وزمايله بس هنجيبهم تاني. هو في ايه مامي؟ ما تخافيش يا روحي ما تخافيش يا مامي. انتوا ان شاء الله هتشرفوني في المديريه بكره عشان نقعد نتكلم وندردش شويه. انا هاجي لك يا سياده الرائد وده الكارت بتاعي في كل تليفوناتي. تمام يا دكتور وانا هتصل بيك واحدد معاك ميعاد. تمام يا فندم فتشنا مفيش اي حاجه يا فندم. طيب بعد اذنك يا مدام. نعم. هنحتاج نفتش شقه مصر الجديده كمان. تحت امرك. بعد اذنكم. اتفضل. ايوه يا ريس. شريف سيب القضية دي شوية. يعني ايه يا فندم؟ يعني تسيب الولاد دول شوية. ازاي يا فندم؟ انت اصلا مش عارف هما فين دلوقتي. هما هربوا. بس انا عارف هما فين. العيال دي مستخبية في مكان انا عارفه. وبعدين ده شغلي. وانا عارف انا بعمل ايه. طب ما تقولي مكانهم فين. حلو قوي. العيال دي دلوقتي بتدور على مكان يباتوا فيه بس قدام عينيا اخبارهم بتجيلي كل ربع ساعه. طب ما تقولي هما فين عشان نبعت قوه تقبض عليهم. هو ده بقى الموضوع. العيال دي لازم تهرب عشان نشغل بيهم الراي العام. البلد مقلوبه سياده الرائد وانت بقى سيد العارفين. وبعدين اي حاجه نلهي بيها الناس بدل الموضوع بتاع ثوره تونس. يا سيادة اللي هو الكلام ده ما انا لما اقرر ان انا اقبض عليهم هقولك وكمان بنفسي يا سيدي هعرفك فين مكانهم. تسمح لي بقى هديك سيجارة. شكرا ما بدخنش. هو ايه الدقن دي بقى؟ يعني كده محدش يعرفه. تعالوا يا رباط تعالوا يا شهية. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بصوا بقى بصراحة كده مفيش غير المكنة دي اللي محدش يقدر يعطر علينا فيها. جراش يا ماجد جايبنا في الآخر نعيش في جراش. ملقتش مكان أعفن من كده جبنا فيه. معلش يا حبيبي هو أي مطرح يلمنا وخلاص استحمل بقى. المهم يا جماعة هتعملوا إيه مع الراجل ده؟ لازم ننتقم منه بس إزاي؟ إحنا نسرق الشركة بتاعته. الله صح. وأول مرة نعوض فلوسنا اللي ضربها في كرشه اللي يتشك في حواجبه ده. بص يا شقية برضو الموضوع ده محتاج فكر وبصراحة يعني احنا لازم ننام لما نصحى بقى نفكر براحتنا. على قولك انا هموت وانام. هدخل اتلجح شوية في البرميل ده. بص يا شقية بصراحة برضو يعني المكنة دي ما فيهاش غير سرير واحد يعني ممكن نتبادل. لا احنا هننام عليه انا وسوسو وزينه وانتوا بقى تصرفوا في اي حته. يا فندم والله اقدر اجيبهم وبكل سهوله كمان. وما عملتش كده من الاول ليه؟ ده حريتك ناقصه يا سياده الرائد. ارجوك يا فندم اديني فرصه. بكره الصبح ان شاء الله هيكون قدام سيادتك تقرير مفصل عن اماكن العيال دي. يا شريف افهم بقى القياده العليا مش عايزه تقبض عليهم دلوقتي. بس انا عايز اشتغل يا فندم. خلاص كمل بمعرفتك وخليهم تحت ايديك ولما يجي لنا امر من القياده ابقى اقبض عليهم فورا. طب عندي طلب صغير لسيادتك. اسمع بس يا شريف انا عندي اجتماع دلوقتي معلش. خلاص انا كده اتفضحت مش هقدر اوري وشي للناس بعد كده. مش مهم دلوقتي منظرك قدام الناس. المهم دلوقتي في الولد الهربان اللي ما نعرفش حاجه عنه. ليه كده يا ربي؟ ليه يحصل كل ده معايا انا؟ ليه؟ استغفر الله العظيم. يا مامي بليز ارجوكي كفايه كده اصل انا كمان هاي اهدي اهدي. رد على الموبايل. مش عايزه ارد على حد.
يا ست ردي. ده الأستاذ محسن من لندن لسه فاكر. ردي عليه. ردي. ألو؟ أيوة لسه فاكر. لسه فاكر إنه عندك ولد. الولد اللي بوظته. مالوش لزوم الكلام ده دلوقتي. أيوة أنت اللي بوظته. أنت اللي بوظته لأنك ما عاقبتوش يوم ما عرفت إنه سرقك هو وصغير. والنتيجة إيه؟ لما كبر طلع حرامي. هيطلع لمين؟ طبعًا طالع لباباه، بس للأمانة بابا حرامي على كبير، على كبير قوي. ألو؟ وبتقفل السكة. الحمد لله على السلامة يا نجم. الله يسلمك يا بص، الشنطة فيها كل البضاعة. انت ما عرفتيش اللي حصل؟ قصدك موضوع ماجد وصحابه؟ شفتي سرقوا اللوحة ازاي ومن متحف كمان؟ بس انا ما اعتقدش ان ماجد ليه علاقة بالموضوع. ليه؟ هو ما كانش بيقولك انه بيسرق وبيتفشخر قدامك بالفلوس؟ انا ما اعرفش حاجة زي كده. امال كان بيصرف الفلوس دي منين؟ عموما الشنطة فيها البضاعة في الجيب السحري زي ما اتفقنا. بيان وزارة الداخلية. تعلن وزارة الداخلية عن تحديد هوية أفراد عصابة التسعة ملي، وهم ماجد عبد العليم، طالب، لؤي محسن. بقى معقول حد يصدق إن أصحابنا ولاد الناس طالب يطلعوا في الآخر حرامية؟ طلعت أنا صدق طبعا. طالب، ما كنتش بتشوف الفلوس في إيديهم في الفترة الأخيرة كتير قد إيه؟ طب يمد إيديهم ويسرقوا ليه؟ دي سرقة حرام والقانون يعاقب عليها. أكيد الظروف الصعبة اللي مروا بيها هي اللي وصلتهم لكده. مهما كانت الظروف صعبة مش ممكن تخليهم يسرقوا. طب يعملوا إيه يعني؟ يصوروا على الوضع وعلى الظروف وعلى المسؤول عن الظروف دي كمان، لكن ما ينحرفوش. مش معقول يا جماعة نوجد لهم مبرر للسرقة دي عشان نتعاطف معاهم. هم أجربوا ولازم يتعاقب. اكدت وزارة الداخلية من ان ما يعرف بعصابة إيهاب 9 ملي يا إيهاب مسؤولة عن سرقة. أيوة ماما. من المتحف. مش ده ماجد صاحبك اللي كان بيجي لنا البيت؟ حارس الأمن محمد صياد. ايه اللي حصل له يا ابني؟ بقى مجرم وهربان؟ ماجد كان ممكن يبقى شاعر مشهور بس لو كان لقى بيئة اجتماعية كويسة عايش فيها، لكن للأسف المشاكل اللي كان عايش فيها بينه وبين أبوه وأمه هي اللي عملت منه بني آدم مجرم ومنحرف. ده عاش مطرود أكتر ما عاش جوه بيت أهله. يا ابني أنت كنت عارف الموضوع ده؟ للأسف أه، أنا لما مضيت الإذن بمراقبته بعد كده سبت القضية لواحد زميل ليا، هو اللي مضى الإذن عشان يقبض عليهم. وكان إيه يا ابني اللي حصل عشان يوصلوا للانحراف بالشكل ده؟ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي كانوا بيمروا بيها. مشاكل اجتماعية ايه واقتصادية ايه؟ ما هو لو كل شاب هيمر بمشاكل اجتماعية هنحرف كده، شباب بلدنا كله هنحرف. قتلت واحد ملوش اي ذنب وقتلته بيدي، بس اكيد هو راح لحته احسن بكتير من اللي احنا فيها دلوقتي. هتعمل ايه؟ عمره يا اخي. انا اقتل يا دينا؟ ده انا عمري ما اذيت نمله. ده انا ما قتلتش اللي قتل ابوه، ما خلتش بطار ابوه، وبسببها عمي حتى حرمني اني اشوف امي. وانا عمي كان السبب في موت امي. بس يا خالد، بس ما تخلينيش عيط. وبعدين يا اخي ما تحملش نفسك فوق طاقتها بقى. الدنيا بتسود في عيني يا دينا. كل ما افتكر العسكري اللي قتلته ده واجب قدامي افكر في اهلي. تعرف عسكري زي ده لو سالتيه قلت له ايه طموحك يقول لك مرتب يكفيني ويجوع عزيمتي، مرتب يخليني لما اشوف العربيات السبعة متر والعمار اللي بتنطح في السحاب أبص للناس ده بسماحة نفس. كان أحلامه بسيطة، فكر متجوز ولا لا، عنده أولاد ولا لا، ويا ترى ابنه يطلع زيي.
طبعا لما يطلع يلاقي جابوت قتل ظل اكيد هيقتل وهيسرق وهينهك ويبقى ذنبه في رقبتي. لا ما تقولش كده، ربنا اكيد هيغفر لنا، ربنا غفور رحيم يا خالي. بجد يا دينا احنا يا ربنا ممكن يسامحني؟ اه طبعا، مش ربنا بيقول ولا تقنطوا من رحمة الله؟ يا رب اغفر لي، نفسي انام يا دينا، نفسي اموت، ده اكتر وقت نفسي اروح فيه الرب. هي خالد اللي بتقوله ده اكيد اللي جاي احسن ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، انت السبب في اللي احنا فينا، دمرت حياتي، هو السبب، هو السبب يا طلعت قتل ابويا وامي، هو السبب. ابوك وامك؟ اه ابويا كان واحد من رجالته واتقتل في عركه كبيره مع تجار المخدرات، امي ماتت بحسرتها عليه، وبدل ما يقف جنبنا طلع اخويا من المدرسه وشغله معاه في تجاره الصمت، وفي الاخر سلط عليه الحكومه وخلانا انا وانت بقينا من مطارين. لو بتحبني يا طلعت، لو بتحبني والنبي انتقملي منه عشان خاطري يا طلعت، عشان خاطري. ما تقلقيش يا زينه، ما تقلقيش يا زينه، بقول لك انا هعرف ازاي اجيب حقك. بس انت والنبي ما تعيطي يا زينه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا زينه دمعتي غاليه على قلبي يا زينه، بس انا هعرف ازاي انتقم يا زينه، هعرف ازاي انتقم يا زينه. يوه انت ايه اللي جابك هنا؟ هما مش قالوا الحريم مع بعض والرجاله مع بعض؟ ليه الحريم مع بعض والرجاله مع بعض؟ احنا في مدرسه ولا ايه؟ وبعدين ما ينفعش معايا النظام ده، قاعدين يرغوا بره وقالوا لي دماغي. معلش يومين وهيعدوا. يعدوا؟ يعدوا ازاي في المكان الحقير اللي احنا قاعدين فيه ده؟ المهم احنا، احنا؟ احنا ايه؟ عاوز ايه؟ عاوزك دلوقتي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين انت ناسي اللي احنا فيه؟ لا مش ناسي، وعشان كده عاوزك. مش يمكن تكون دي اخر مرة لينا مع بعض؟ بقول لك ايه يا طلعت؟ ما تيجي نروح المكتب بتاع اللي اسمه شاكر ده وناخد المستندات اللي تخصنا يعني ونطير. ما تفتكروش ان الموضوع ده سهل، ده تعبان محدش يعرفه قدي. زينة، زينة انا قلت لك 100,000 مرة ما تتكلميش في الموضوع ده خالص. قلبي مش مطمن يا طلعت. ما تقلقيش يا زينة القلب، الناس دي انا عارف سككهم كويس واعرف ازاي اوصل لها. ما تنجزوا يا جماعه بقى، نروح مكتب الراجل ونقشطه وناخد الورق اللي يخصنا، ولا من شاف ولا من ديري. صح انا موافق. كانت جابت منكم ذكر بط، احنا ناقصين مصايب. ما تتهد يا ابني، انت مالك في ايه؟ صدعتنا؟ ما اللي هيرس عليك هيتنيل يرس علينا كلنا مع بعضينا يعني. انا موافق على كلامك يا ماجد، واللي يخاف يخليه. انا ما بخافش غير من اللي خلقني. امال مالك فيه ايه؟ لا لا خالد، بلاش سلاح، بلاش، خليه معايا، انت عصبي، بلاش. ما تخافش يا ماجد، بحب طبنجه تكون معايا. انتوا مالكوا كده يعني قاعدين تخططوا وتظبطوا؟ وانت يا اختي انت ما بتخافيش؟ واخاف من ايه يا حبيبتي؟ من ايتها حاجه يعني؟ يا ستي خليها على الله ونعم بالله. بس انتي طلعتي قلبك جامد قوي، وانا اللي كنت فاكره نفسي يعني مجنونه. يا جماعه احنا عايزين نركز ونشوف هنعمل ايه بالظبط. الموضوع ده مش سهل، محتاج ترتيبات جامده قوي، محتاج تخطيط.